يعني كيف اقول لك، طبعا انا موضوع الغناء من اول انا كنت احب اني اغني، بس ما احب انا اغني بس كذي امسك واقول يا ليل يا عيني، لا انا احب اغني وارقص. خلونا نحتفل. أحب الفن والاستعراض، أنا من مدرسة شريهان، سعد حسني، لك أنا لوليتا، تيتا تيتا تيتا. يام من وين لابسي؟ من زينة زكي، لأوجه لها أحلى تحية. والله بحي المختار. نعم، وجودك اليوم بحدث خيري ماذا يعني لك؟ طبعا أنا يعني كيف أقول لك part of them. يعني شلون بدي لك اياها؟ استغفر الله رب العالمين، يعني ما الحرام اخي، يعني كل ما عم بروح على لبنان بروح بزور الاطفال، بحبهم كثير، بدنا ندعمهم بكل شيء. كل شيء كل شيء كل شيء يا سيدي، كل شيء كل شيء. وفرحان لي بحالك ما شاء الله عليك، ها مفكر لي حالك فهيم. بدنا ندعمهم بكل شيء. نخيل الواشش انا جديدك غناي؟ غنية بس هلا الجديد غير. مزبوط مزبوط، بس كمان اسعى يا عبدي لأسعى معها. لك برافو عليك لأنك سمعتيني. صح، لأن مع الأسف صاروا الذكورة مش للرجال، لأن الرجال انقرضوا. هذا حدث نفسي عميق يتحدى حدود المنطق لو سمحتي. واللي صاروا بيعرفوا يعملوا بيبي بنص ساعة بس ما بيعرفوا يصيروا آباء بعد ما تخلف المرة. عفوا، شو اعتماد خانم؟ لا تكوني مفكرتينا أغبياء ولا شحاش ولا حمير. كل التوفيق مريم، ونورتيني حبيبتي. I'm honest، اللي عاجبه عاجبه، I'm honest. بس انتو شفتوا الثقة بقراراتها، دقتها بالمعلومات، الله شو فظيعة هالمرة. لحظة، لا تنسوا اشتركوا بالقناة وحطوا لايك.